ازيكم يا اصدقائي؟ درس النهارده اقول لكم ازاي تقدروا تحولوا صورتكم لصوره كرتونيه. هنفتح المتصفح اللي عندنا وهنكتب في جوجل هنا ستايلر اي اي، هيظهر لنا نختار اول موقع ده. طبعا هيفتح لنا الموقع زي ما هو باين عندكم كده. هنبدا نعمل عليه اكونت. هبدا اني دلوقتي هعمل اكونت، اكتب الايميل، اي ايميل عندنا، والباسورد، وادوس على العلامه دي واحدد. هعمل الايميل وارجع لكم تاني. بعد لما عملت الايميل تفتح لي الصفحه الجميله دي. دي كلها حاجات جاهزه، يعني ممكن مثلا ندوس على اي صوره وهو يعمل لنا زيها. تعالوا نجرب نيو بروجكت، خليها تكست دلوقتي. نيجي على الستايل هنا، الستايلات هي اللي قلت لكم عليها. تعالوا نجرب الستايل ده ولكم، وهنكتب هنا اكتب له لاعب الكرة ميسي وليكن، وندوس هنا وهجرب لكم اكتر من شخص. اهو كده عمل لنا اربع صور مختلفة لميسي. دي اول صورة طبعا بشعار برشلونة القديم، دي تاني صورة، دي تالت صورة، دي رابع صورة. اربع صور لميسي. تعالوا نصعبها شوية مثلا ونكتب هنا صلاح ونشوف هيعمل ايه. استنى برضو 11 ثانية هنا عقبال لما يعمل لنا اربع اشكال مختلفه للصوره. دلوقتي عمل لنا صوره محمد صلاح، شكلها كرتوني جميل. دي صوره تانيه، الصوره الثالثه، دي الصوره الرابعه محمد صلاح، دي قريبه قوي ليه. تعالوا نجرب مثلا هالاند ونشوف النتيجه. طبعا صوره هالاند، ده شكل هالاند، هو متخيله كده شكل هالاند. تعالوا نجرب صورة مبابي كده هتبقى عاملة ازاي. اهو مبابي اهو صغنن، ادي صورة مبابي، عامل لنا اربع اشكال مختلفة. لو عايزين طبعا نحمل اي صورة فيهم هنحددها كده، لو اربع صور مثلا لو هنحددهم وهندوس هنا يبقى عندنا الصور هنا. هبدأ دلوقتي ادوس على اكسبورت، وبعد ما ادوس على اكسبورت لو عايز احملهم كلهم هندوس هنا الاربع صور واعمل اكسبورت. لو رحنا على الداونلود هنلاقي الصور هنا اهي عندنا بالجودة. بس وده كان درس النهاردة. متنساش تعمل لايك وفولو لو عجبك. استنى الفيديوهات اللي جاية كتير. سلام.